هاي أنا آيفني، دايما تجيني أسئلة على تيك توك وإنستغرام عن شلون نبدأ الرسم الديجيتال، فسويت لكم هالفيديو. يلا نبدأ. أول شيء شنو تشترون؟ أول شيء لازم تعرفونه أو شنو الأدوات اللي لازم تشترون عشان ترسمون. لازم تشترون تابلت. هل تبون تابلت بشاشة أو بدون شاشة؟ التابلت العادي حيل حلو حق مبتدئين، وأنا أنصح بواكم انتوس، بس لازم تشبكونه بكمبيوتر عشان يشتغل. البن ديسبلاي هو تابلت بس للشاشة وترسمون على الشاشة نفسها، وأنا أنصح حيل بهيويون، حيل حلوة أجهزتهم ومو غاليين نفس واكم، بس إذا تقدرون تشترون أي شيء تبونه أخذوا تابلت من واكم. وفي تابلت بعد وما تحتاجون تشبكونه بكمبيوتر اللي هو الآيباد. حاليا أنا استخدم آيباد برو قلم أبل الجيل الثاني، بس عيبه إنه حيل غالي. إذا ما تقدرون تشترون أي شيء حالياً، تقدرون ترسمون بتليفونكم. في برامج واجد في الآيفون مثل إبس بينت وهو مجاناً، بروكرييت. البرامج. الحين عرفتوا شنو التابلت اللي راح تستخدمونه. الحين شنو البرنامج اللي لازم تستخدمونه؟ لو كنت مبتدئة كنت أسأل الفنانين اللي أحبهم شنو البرامج اللي يستخدمونها وأجربه وأشوف إذا يعجبني أو لا. البرامج اللي أنصح فيها للمبتدئين بينت وساي. البرنامج حيل مشهور له فيديوهات شرح في يوتيوب ومجانا. برامج ثانية تقدرون تجربونها كليب ستوديو بينت، حيل عجيب البرنامج. ميديا بينك بينت، فاير ألباكا، فوتوشوب. البرنامج اللي راح تختارونه أنصحكم تشوفون عنه فيديو شرح في يوتيوب. والبرامج اللي في الآيباد تقدرون تجربون بروكرييت أو إبس بينت أو سكتش بوك وميديا بينك. أنا حالياً أستخدم فوتوشوب، بروكرييت والآيباد وتابلت من هيويون. الحين بعطيكم نصائح وأدوات مهمة موجودة في كل برنامج رسم. راح أستخدم بروكرييت عشان أوريكم. أول شيء الفرش. هذه فرشي، تلقون فرشي في اللينك تحت. كل فرشة أستخدم هالشيء. أستخدم البنسل حق السكتشينج، استخدم فرشة كالر عشان احط الالوان الاساسية، وفرشة الرندر عشان ادمج الالوان، والسوفت برش احط فيها الظل وادمج فيها بعد، وفرشة الستراند احسن شيء لخصلات الشعر والرموش. دائما ارسم بصفحة كبيرة. هذا السيتنج مالي، استخدم 3000 ضرب 3000 بكسل 300 dpi. إذا الصفحة اللي ترسمون عليها كبيرة تقدرون تسوون زوم حق التفاصيل، وأسهل لكم تصغرون الشيء بدل لا تكبرونه وتروح عليكم الجودة. الطبقات اللي هم layers، تقدرون ترسمون الشيء على طبقة بعدين تحطون طبقة جديدة وترسمون عليها، فما راح تخرب الطبقة اللي تحتها. يعني إذا رسمت شخصية أحط جسمها في طبقة وأحط شعرها في طبقة ثانية عشان أقدر أرسم على الشعر وأمسح وأعدل على راحتي. وضع الطبقة أو layer mode، كل برنامج رسم له layer mode. دائما استخدم multiply عشان أظلل البشرة والشعر. وبعد أحب الأوفرلاي، خلي الألوان فاتحة وأحط لمعة على الشعر والعين. الجمود الإبداعي هو عدم وجود أفكار للرسم أو ما عندكم طاقة للرسم. معظم الفنانين تجيهم الحالة. إذا حسيت جاني جمود إبداعي أروح يوتيوب أشوف فيديوهات للرسم، أو أروح البينترست وأشوف الرسمات وأحاول أدور إلهام. التدريب، دائما أرسموا الأشياء اللي تحبونها عشان تتطورون، ومع الوقت راح تشوفون نفسكم تطورتوا حيل عن قبل. وشوفوا شروحات في يوتيوب، أنا مسوي شروحات بعد، تلقون اللينك موجود تحت حق البلايليست. آخر نصيحة، لا تضللون بأسود. يوم كنت مبتدئة كنت دائما بس أضلل بأسود وشكل الرسمة ما يصير حلو. الحين لما أظلل أختار لون البشرة وأحرك اللون شوي عند الأحمر وأغمج اللون شوي، فتطلع الرسمة حيل حلوة. شكرا على المشاهدة، وأتمنى فاتكم الفيديو. بليز حطوا كومنت ولايك عشان أعرف إذا تحبون هالنوع من الفيديوهات.